شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: أنا متزوج بامرأة، وأخت زوجتي وضعت لي السم مرتان أو أكثر. نعم. زوجة أخته. نعم، أعيد السؤال. نعم. أنا متزوج بامرأة، وأخت زوجتي وضعت لي السم مرتان أو أكثر، فهل أصل رحمي بها أو أقطعها؟ وهي ابنة عمي، وإني أخاف منها ومن عائلتها. هذا ما هو صحيح أن تضع السم لك، ربما أن هذا توهم منك، أنت متوهم، أو أن أحد من النمامين قال لك ذلك ليوقع العداوة بينكما، فلا تستمع إلى الوشايات ولا إلى الظنون، لا تستمع إلى الظنون والوشايات، عليك بالتثبت، عليك بالتثبت. فإذا ثبت لديك يقينا أنها فعلت ذلك فعليك بالابتعاد منها والحذر منها، عليك بالحذر منها والابتعاد عنها، إلا إذا تابت إلى الله عز وجل